أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتور، ألف مبروك بداية بالفوز بهذه الجائزة. الله يبارك فيكم. خلينا نتعرف من خلالك عن هذه الجائزة. أول شيء شكرا لدعوتكم الكريمة، هذا تقدير واجبنا. أهلا وسهلا فيك. وشكرا لمؤسسة عبد الحميد شومان اللي هي مؤسسة فلسطينية أردنية بامتياز، وطنية جدا، لها رسالة واضحة قديمة مش جديدة، من أوائل الناس اللي بكرموا العلم والعلماء وهذه القضايا. هو جائزة تعطى لتميز في يعني البحث العلمي في مسيرة عامة، يعني مش على بحث معين. والسنة هذه يعني هي سلسلة صارلها يمكن من بداية الثمانينات مستمرة، والسنة هاي تقدم لهم يعني ما يزيد عن 350 عالم من الوطن العربي. هي لا تشمل فقط منطقتنا ولا تشمل كل الدول يعني، وتم اختيار 15 شخص، وكنا يعني محظوظين ان كنا يعني من ضمن الفائزين في هذا الجائزة. طب خلينا نحكي عن مشروعك اللي فاز، ايش تفاصيله؟ هي انا انضميت لجامعة بيرزيت سنة 2009، يعني صار لي تقريبا 10 سنين في الجامعة، او 10 سنين مش تقريبا. هو انا متخصص في الذكاء الصناعي، ومنذ عودتي للجامعة بدأت يعني أبحاثي أو ركزت أبحاثي في مجال حوسبة اللغة العربية، وقمنا في إنجاز يعني عدد من أنا وفريق الأبحاث معي، قمنا بإنجاز عدد من الأشياء، منها على سبيل المثال حوسبة للمعاجم العربية، منها أو محرك بحث معجمي بنسميه، منها شيء بنسميه الأنطولوجيا العربية، منها شيء بنسميه حوسبة اللهجة العامية، من أجل إنه الحاسوب يقدر يفهم تحكي معاه بالعامية ويقدر يجاوب. ومنها كمان أشياء يعني يعني خوارزميات وأدوات بتساعد على معالجة اللغة العربية. طيب. هذا بمجمل، هي الجائزة عن مجمل الأشياء يعني. طيب كيف من الممكن لهاي الجائزة إنها تدعم البحث العلمي اللي على وجه الخصوص اللي أنت تقدمت فيه واللي حاولت إنك تطوره خلال هاي الفترة بخلال تواجدك في الجامعة؟ يعني ولا شك إنه مثل هذه الجوائز هي عبارة عن تقدير للأكاديميين، يعني بتشجعهم يستمروا، يعني إذا كان في كثير من المنغصات والمعيقات والسلبيات، وبتعرفوا كيف يعني احنا جامعاتنا ما، او خلينا نقول بلادنا مش جامعاتنا، ما بتقدمش للبحث العلمي شيء، انجاز التعبير يعني بنقدر نقول لا جامعات ولا حكومات ولا حكومات. يعني شوف عندنا في الجامعه، يمكن اتكلم اخرى شوي، انا عندنا شيء يعني اكثر من الصفر انجاز التعبير، ولكن بشكل عام فعلا هو في المنطقه كلها يكاد يكون الدعم البحث العلمي يكاد يكون قريب للصفر. فمثل هذه الجوائز او مثل هذه عباره عن حوافز ويعني تقدير. والانسان انا يعني لا اخفي انه اخذت جوائز كثيره، هذه كان لها طعم خاص، طعمها ان هاي جائزه جاي من بلدي، مش من اخذت جائزه من دبي، من امير دبي الشيخ محمد بن راشد للغه العربيه قبل 6 أشهر، اخذت جائزه من جوجل وجوائز اخرى، ولكن هذه الجائزة طعمها الخاص إنها هي من بلدي يعني. وهذا شيء يعني صدق يفرح يعني. طب دكتور خلينا نتحدث أكثر في تفاصيل المشروع، حوسبة اللغة العربية، هذا يبدو يعني مصطلح مش جديد لكنه فعلا يعني يلفت الانتباه. صحيح. أهمية إنه يعني حوسبة اللغة العربية حتى فعلا تكون موجودة بقوة في هاي الثورة الموجودين فيها. شكرا لسؤالك، لانه للمشاهد ايش يعني ثاني حوسبة اللغة العربية. هي اذا تعاملت انت في حاسوبك او جوالك كلاهما مع في شيء يتعلق باللغة العربية، هل في دعم لك مثلا المدقق الاملائي ومحرك البحث، وعندما مثلا تترجم هذه الخدمات، او عندما تتكلم مع جوالك كله اطلب لي وجبة أكل حط عليها بهارات، أو بدي تاكسي، أو كل هذه أنت لما تتحدث مع جوالك ويتحدث معك، هذه كلها بمجملها هي عبارة عن تقنيات بس بجوهرها لغة، يعني لغة. فلازم الحاسوب
هذا طبعا يعني فرع من فروع الذكاء الصناعي، لازم الحاسوب يقدر يفهم ترجم. على عليك يفهم فهما، يعني بنعرف احنا الان حتى جوجل بتبحث وبيبحث حرفيا ما بيبحث بمعنى الكلمه. فبدنا احنا تحسين. اذا شفت في فرق شاسع جدا بين اللغه الانجليزيه انها مدعومه تكنولوجيا، بينما اللغه العربيه دعمها يعني كثير متواضع. واذا قارنت دعم اللغه العربيه بدعم اللغات الاخرى بتوجد انه اللغه العربيه من بالرغم من انه لها 300 مليون ناطق، وناطق يعني كلغه ام، والها يعني تقريبا مليار و200 الف او مليار و500 الف ينطقون اللغه العربيه كلغه ثانيه يعني المسلمين. بالرغم من ذلك وهي سوق عملاقه، بالرغم من ذلك التقنيات او دعمها تقنيا ضعيف. طبعا هذا بيرجع لانه الشركات الكبيره بتحاول تحل المشاكل الاوليه بس ما بتتقدم زي جوجل ومايكروسوفت وابل وهذا مسؤوليه مين؟ هذا يعني مسؤوليه المجتمع، يعني هذا مسؤوليه الاقتصاد، يعني هذا على فكره هو كمان اقتصاد. يعني انو اللي طب في ناس مثلا ذو احتياجات خاصه بدهم يتكلموا مع الحاسوب، يعني احنا بحاجه ماسه جدا في كثير من الخدمات اللغويه في التكنولوجيا، فلازم ندعم هذا الشيء. ذكرت احد استخداماته دكتور اللي هو لذوي الاحتياجات الخاصه، ممكن انهم يتوجهوا لهذه الاجهزه وهذه التطبيقات اللي بتحاكي اجهزه الكمبيوتر لحتى يتم فهم اللغه العربيه المطلوبه. شو الاستخدامات الاخرى اللي ممكن انها تكون متوفره؟ يعني حدثنا عن الاحتياجات الخاصه، حدثنا ممكن عن في التعليم للصغار، ممكن نتحدث عن الكبار في السن اللي يعني بتعرفوا الان الكبار بالسن كثير بيكونوا مرات لحالهم في البيت فلازم التكنولوجيا تساعدهم. بتحدث مثلا عن تطبيقات اقتصاديه مثل على سبيل التحليلات الماليه، نتحدث عن على السوشيال ميديا، احنا مثلا ممكن نقدر نحلل السوشيال ميديا ونعرف اراء الناس اليا. نتحدث عن يعني في مثلا تخيلي شيء بسيط اللي يسموه الـ OCR اللي هو انك تحول الصورة لنص. الكتب العربية صورت يعني تم معمولها سكان يعني تم تصويرها محطوطة في ملف صيغة PDF. طب هل بنقدر نحولها لنص؟ لحد الآن لا. طب ليش في اللغات الأخرى هذا كله محلول؟ فالمكتبات العربية والأدب العربي والذخيرة العربية الموجودة بالكتب هذا لحد الآن مش موجود، مش لم تتم رقمنته بسبب ضعف الأدوات اللي بتدعم اللغة العربية. وهذا ممكن اللي بترجمه اللي هو الضعف العام الموجود لدى الباحثين العرب، أو بدناش نحكي لدى الباحثين بقدر ما هو يعني عدم توفر الإمكانيات اللازمة لهذا الأمر وطرق أهمية مثل هذه المواضيع. صحيح، هذا مواضيع ملحة وإحنا متأخرين عن العالم فيها، وعلى الأقل إذا يعني إذا بقي شيء إحنا نتفخر فيه، أكثر شيء نتفخر فيه اللغة ولا لا؟ يعني فخرنا في اللغة العربية المفروض يعني يرافقوا كمان شوية أعمال بدل ما نصرف. يمكن هذا الحكي بجوز مش مسؤولية فلسطين لحالها، مسؤولية كل الدول العربية، بدل ما يتم صرف الأموال على أشياء يعني ما غير مفيدة، ويعني المفروض أنه يعني يتم تشجيع الباحثين وإعطائهم التمويل لحل هذه المشاكل. طب أمام الباحثين خلينا نحكي الصغار أو حتى الكبار، إيش في أشياء ممكن يبلشوا فيها فعلاً؟ بدناش كل باحث يحل كل مشاكل اللغة العربية صحيح. المتعلقة بالرقم، لكن كل باحث بإمكانيات خلينا نحكي بسيطة ممكن يقدم فكرة معينة ممكن تكون مصدر دخل كمان. وبشكرك على هذا السؤال لأنه هذا دائما أنا بقول يعني في قبل ما أقول عن قبل ما أرد عليك وأقول عن الباحثين الحاسوبيين، أنا بدي أقول وين المتخصصين في اللغات في اللغة العربية، وهم يعني كثار جدا. دوائر اللغة العربية بتخرج والوظيفة الوحيدة أمامهم أنهم يشتغلوا مدرس لغة عربية. أنا بقول لهم لا، في كمان فرص عمل أخرى من نوع آخر وعابرة الحدود وبتقدر تشتغل فيها عبر الإنترنت اللي هي تتعلق بحوسبة اللغة العربية. يعني أنا أستاذ سؤال، هل بتخيلوا أنه ما في قائمة في جميع الأفعال العربية؟ ما في،
يعني أنا بصدم يعني الجميع وبكلهم، ما في قائمة في كل المفردات العربية، وكل الإحصائيات اللي بتتحدث عن عدد الكلمات العربية وعدد الجذور العربية هذه إحصائيات كلها غير دقيقة، أربن فيها بالكامل. هذه مرات شيء تقريبي حتى. هذا طب ليش إحنا ما نعمل هذه القواعد؟ حصر، لأنه هذه إذا تم حصر وتم إنتاج قواعد بيانات لغوية ومعجمية، الحاسوب بيتحسن عمله. الحاسوب بيشتغل على التدريب، بالمناسبة في إشي اسمه تعليم الآلي اليوم، فإحنا منعلم الآلي إنها تفهم علينا الكلام. ففي كثير طبعا هذا لا ينفي عدم وجود يعني جهود الآن، بس الجهود هذه أنا بحكي في مجملها ضعيفة. ففي جهود إحنا عنا في فلسطين، يعني في زملاء آخرين وفي حتى شركات، وفي الأردن كمان في يعني في منطقتنا وفي غالبية الدول العربية في، بس جهود بمجملها لو جمعناها هي أقل من المطلوب. يعني هذا اللي بدي أقوله أنا. طيب إلى ماذا نحتاج لحتى نحن نقدر يكون في عنا حوسبة اللغة العربية وهذا البحث يرى النور بشكل أكبر سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي؟ يعني نتحدث على الصعيد الفلسطيني، انا بقول انه احنا دائما مرات بنطلع احنا دوله صغيره وبنقول احنا ايش بدنا ننافس العالم خاصه في التكنولوجيا. يعني احنا ما بنقدر نعمل فيسبوك جديد، صعب علينا مرات او نعمل او وكدوله صغيره ايش الزوايا اللي احنا ممكن والمنافذ اللي ممكن ننفذ لها وننافس. انا أعتقد جازماً إنه اللغة العربية، حوسبة اللغة العربية أحد القضايا اللي إحنا ممكن ننافس فيها، ننافس فيها من هنا منافسين دول عربية وممكن ننافسهم بكل بساطة، لأنه كمان جهودهم متواضعة كثير، وهذا سوق وهذا اقتصاد ضخم جداً. وأنا بدعو الشركات الناشئة ما يسمى ستارتابس إنها تهتم بهذه القضايا، وما بدها تمويل عملاق، يعني ممكن إنهم يوجدوا إشكاليات صغيرة يحلوها. وبدوا برضو الوزارة ما بتقدر تظلها مغمضة عينيها وعاملة حالها مش سامعة ومش عارفة إنه في حاجة إنه البحث العلمي برضو يعني لازم يكون موجود، يعني مش فقط رمزيا لازم يكون موجود، لأنه هذا بيعمل مردود اقتصادي في على الاقتصاد الفلسطيني يعني، وهذا بيخلق فرص عمل ليس فقط عند الحاسوبيين، كمان عند المتخصصين في اللغات اللي هم عادة بيعانوا من البطالة. وفي شكوى دائما مستمرة. طب خلينا نحكي عن مشروعك بالتحديد دكتور ونفهم أكثر، عندما أنه دخلنا في الموضوع في حوسبة اللغة العربية، إيش كان مشروعك بالضبط، على إيش ركز؟ يعني أنا بحب بجوز أترك أسمي ثلاث مشاريع، يعني في مشاريع أخرى بس أسمي ثلاث مشاريع. أول مشروع قمنا بحوسبة المعاجم العربية، وهذا إيش بيعني؟ إنا جمعنا المعاجم العربية أحادية وثنائية وثلاثية اللغة المتخصصة، يعني مثلا في الطب والزراعة وإلى آخره، وكمان العربي يعني العربية فقط بشكل عام، وقمنا بحوسبتها يعني بمعنى تجميعها وفي جميعها في قاعدة بيانات واحدة وتوحيدها ودمجها مع بعض لحتى صار عندنا ذخيرة اللي هي بنسميها قاعدة بيانات، أكبر قاعدة بيانات معجمية في التاريخ. وهذا بالمناسبة لم يحدث حتى للغات الأخرى، يعني ما في تجميع لمعاجم اللغة الإنجليزية، ما في تجميع لمعاجم اللغة الفرنسية وهكذا، وما كنا نعرف إحنا أصلاً إنه ما في بالمناسبة. وهذا بالنسبة للمعاجم. عملنا شيء بسموه، هذا طبعا ايش استخداماته سواء كان لدعم التطبيقات الحاسوبيه وكذلك لدعم الناس، لانه انت بدل ما تستخدم جوجل الترجمه يساعدك في ترجمه وانت تدرس مثلا كطالب، اللي بيعطيك ترجمه غير دقيقه يعني تقريبيه حرفيه فقط حرفية وكمان غير دقيقة، يعني حط اللغة الأخضر الإبراهيمي بيعطيك لك جرين إبراهيم ولا إشي زي هيك، فما بيعطيك هو مش متخصص هو ترجمة إحصائية، فهذا بفيد الطلبة كمان هم يوضوا الترجمات الصحيحة. هاي أول شيء. الشيء الثاني مشروع آخر قمنا فيه يسموه الأنطولوجيا العربية، بنسميه الأنطولوجيا العربية اللي هي بتمكن الحاسوب يفهم معنى الكلام.
وليس فقط يعني ما بفهم الكلام حرفيا، بفهم معنى الكلمة. يعني معناها معنى أي بالضبط بفهم معناها. بمعنى أضرب مثال، لو أنت كل سألت جوالك يعني إيش وقت الشروق ووقت الغروب ووقت المنتصف اليوم، ممكن يجاوبك لأن هذول الثلاث مصطلحات موجودات باللغة الإنجليزية، يعني sunset وsunrise وmidday. طب لو قلت له بدي مثلاً الظهيرة مش الظهر، هل كيف بده يعرف الحاسوب الفرق بين الظهيرة والظهر؟ بده يكون معرف عنده، معرف عنده إنه الفرق الظهر والظهيرة وإنه نفس المعنى، كلهم لازم يكونوا معرفات ومصنفات. فإحنا اشتغلنا على هذه إن نعرف الحاسوب ما دلالة الكلمات ومعانيها، من أجل إنه الحاسوب أو الجوال يقدر يفهم معنى الكلام. مش فقط هذا يمكن نحاول يميزه عن غيره من التطبيق. هذا اللي انتم فاتحين عليه هذا للهجة العامية الفلسطينية يعني. هذا بجوز اصعب. هلا بنجي، بس في شيء اسمه الانطولوجيا العربية. هلا هذا بالنسبة للانطولوجيا. هسه بالنسبة للهجة العامية، هذا الكراس قمنا بحوسبة اللهجة العامية الفلسطينية. واحنا من اوائل اللغات، او بنقدر نكون احنا مجازا اول لغه تمت اول لهجه تمت حوسبتها، وفيما بعد لحقتنا اللهجات الثانيه. ايش حط له بهمش، حط له بكلك بهمش يعني اجر من عنك عنده بيعرف اجر من عنه كله بيعرف. هي مثلا بهمش بجيب جابها في جملتها وجاب معناها المقابل بالفصحى والمقابل باللغه الانجليزيه كمان. هلا هذا بيمكن الحاسوب انه يفهم الكلام العامي الموجود على مثلا السوشيال ميديا. طب وكيف استطعتوا حصر كل هاي يعني عندنا كثير لهجات؟ كم هائل. كل منطقه بتتميز بمفردات وكلمات خاصه فيها غريبة. يعني فصحيح هو يعني وكان ممتع الكلام لانه يعني لانه في لهجات مختلفه لها كلمات مختلفه لها مادات مختلفه واستخدامات. حتى نفس الكلمة العربية مثلا عدة، يعني عدة مرة مزبوط، بس احنا ما بنستخدمها الا فقط تستخدم في الخليل، يقول لك عدة الباص مع المادة هاي كمان. ايوه هاي بدور على حبطرش علي. حبطرش موجودة، حبطرش بالمناسبة بتذكر لما ناقشنا ادخالها. فاللي بدي اقوله انه هون بمكن الحاسوب انه يفهم معنى الكلام. فاحنا كيف جمعناها؟ جمعناها من السوشيال ميديا، من شبكات التواصل الاجتماعي، جمعناها من كثير كتب، ولكن كان النصف أو أكثر منها من وطن على وطن. أخذنا نص الحلقات، هم يعني تبرعوا بأنهم أعطونا نص الحلقات، وهي كان مكتوب، وهي نص الحلقات الإشي الجميل جدا وكنا محظوظين إنها بتمثل كل شرائح المجتمع. يعني مرة عماد فرجين بيحكي بالخليلي، مرة بيحكي بالكود لهجة القدس، مرة بحكي لغة أهل رام الله، فبيحكي بتلك بكل التنوع. فهذا التنوع احنا بدنا، مش لازم نغطيها كلها 100%، لكن يكون في أساس يعني، بس الأساس انه تقريبا الغالبية يكون موجود. وهذه طبعا يعني احنا فخورين يعني انه زي ما حكيت انه كنا اول اللهجات اللي انعملت، وانعملت يعني اشتغلوا عليها فريق وطلاب يعني كانوا عندي وموظفين، يعني اشتغلنا عليها تقريبا سنتين. وتعاونت مع اصدقاء من الخارج فسنتين، واحنا من ندخل احنا كل يعني، والنص مكون من 60,000 كلمة، وكل بنسميها مدونة. وكل كلمة منوقف عليها وبنعملها تصريف كامل بتقريبا 16 صفة، يعني السوابق الكلمة ولواحقها ونوعها وإلى آخره. فهذولا يعني بمجمل الأشياء اللي ممكن بسطها. أنه بدي أشير لآخر شغلة بس، أنه أكثر مستخدمين حاليا للهجة العامية هم يعني المتعلمين اللغة العربية للناطقين بغير العربية. يعني بيجيك واحد من ألمانيا أجنبي بيبدو يتعلم اللغة العربية، بتعلم اللغة العربية، بينزل على الشارع بيلك شيء ثاني. يعني من هون يمكن قديش ممكن انه يتم نشر هذه المواقع سواء على صعيد جامعة بيرزيت او على باقي الجامعات لحتى الطلبة يستفيدوا منها بشكل اكبر، يستفيدوا منها كمان للابحاث وكمان يعني. صحيح، هو بتواصل معنا عدد من الطلبة دائما، ودائما بنزودهم. يعني احنا تقريبا مفتوحين المصدر، بنعطي كل اللي عملناه،
وبتستخدم يعني كل العالم بالمناسبة. يعني احنا بنشوف مين بيستخدم خاصة اللهجة العامية واللي بعملها تنزيل داونلود ويعني تقريبا يعني من روسيا لأمريكا لكل دول الدنيا الكل كان منزل هذول مراكز أبحاث وبيحلل. وطبعا بدناش نخبي انها يعني هاي القضايا كمان تستخدم أمنيا برضو لأنه مراقبة السوشيال ميديا لازم تفهم الإشي المكتوب بالعامية يعني بالإضافة لاستخدامات الجيدة لها إلى الاستخدامات اللي مش غير جيدة يعني. نشكرك جزيلا دكتور مصطفى جرار أستاذ في علم الحاسوب في جامعة بيرزيت، يعطيك العافية. يسعد صباحك، ألف مبروك كمان مرة. شكرا لكم.